يسأل: ضبطتم مؤخرا العديد ممن ظهروا بمقاطع فيديو أو صوتي مخالفا للتعليمات مثل جلب حلاقين أو بالتجول في ساعات المنع، ما هي رسالتك لهم ولمن ينوي أن يقوم بمخالفة الأنظمة والقوانين؟ وزارة الداخلية تؤكد أنها ستطبق التعليمات بكافة حذافيرها على كل من يخالف قرار منع التجول، كذلك من يقوم بخرق قرار منع التجول والتصوير والتباهي بمخالفتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحالتهم اللي جاءت اختصاص النيابة العامة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مهما كان هذا الشخص ومهما كان اسمه أو موقعه.